جولة فنية وثقافية منبلشها وبتدعي مؤسسة ماي الشجاع إلى دورة جديدة من Free Connected Minds، وذلك نهار الأربعاء 28 الثاني بأوتيل الفينيسيا. طبعا مجموعة كبيرة من السبيكرز والمودريتور رح بيكونوا مشاركين، ومن أبرزهم وزير الخارجية السابق بإسبانيا ميغيل أنخيل موراتينوس والسيد علي جابر. الموعد لكن رح بيكون ب 28 الثاني عفوا بأوتيل الفينيسيا من الساعة 8:30 صباحا ببلش التسجيل، وبيستمر هنهار طويل لغاية الساعة 3:30 بعد الظهور. عم نشوف بعض المشاهد من الدورات السابقة لـ Free Connected Minds. Women on the Front Lines a Waffle، الغني بحلقاته الحوارية يتميز بأنه على مستوى عال من الاحترام. منتابع وبإطار فعاليات سالون كتاب الفرانكوفوني يلي انطلق بالبيال وبالتعاون مع الانستيتيو الفرنسي وصحيفة لوريون لجور، تقام اليوم تحية لسمير فرنجية بمشاركة السفير الفرنسي بلبنان برونو فوشي، السيد طارق متري، الوزير مروان حميدي، السيد أنطوان إربين وغيرهم. ومن بعد الندوة رح بيكون في نقاش حول كتاب سمير فرنجية الثورة الهادئة، مع مداخلات مع فارس سعيد، زياد ماجد، شوقي عزوري، جيلبير أشقر وميشيل حجي جوجو. الموعد لكينا اليوم السبت بتمام الساعة 6:30 المساء بإطار فعاليات سالون كتاب الفرنكوفوني. هو يا عمال العالم متحد اليوم نفس الشعار يا معتدلي العالم متحد. نهار الاثنين بست الشهر بتنطلق الدورة الثالثة من بيروت ارت فيلم فيستيفال، هالدورة يلي رح تستمر لمدة 3 أسابيع وتحديدا لغاية 25 تشرين الثاني. مجموعة كتير من العروض رح تستقبلها سينما متروبوليس سوفيل، ومجموعة أخرى كمان رح بتجول على المناطق اللبنانية وذلك ضمن المراكز الثقافية والجامعات. وطبعا رح بيتم عرض مجموعة كبيرة من الأفلام يلي كلها بتعالج موضوع الفن. عم نشوف التريلر الخاص بالمهرجان هالسنة. جيروم بوش، on l'a oublié pendant deux siècles puis ressuscité et c'est sans doute le premier surréaliste au monde. Joseph Beuys zeigt seine Kunst im Guggenheim Museum und New Yorks Presse müht sich mit. Cette œuvre mystérieuse hors de toute norme se nomme La Porte de l'Enfer. يعني لأول مرة في السودان يتم إعادة فتح هرم جديد، والهرم هو ذاته يعتبر من أقدم الأهرامات. منتابع مع مواعيدنا وبالتعاون مع ليبان جاز بقدم الميوزيك هول أمسية مع الفنان التونسي ظافر يوسف، وذلك نهار الأحد 19 تشرين الثاني. بعد أقل من شهرين من ودع 2017، وحلو دايما نودع السنة باحتفاليات، من هيك طرابلس اختارت تودع هالسنة بالفرح، وتحديدا جمعية Indeed Better Together يلي أعلنت عن برنامجها لنهاية العام. ثلاث أمسيات رح بتقدم ب 23 كانون الأول الفنان رامي عياش، ب 26 كانون الأول الفنان مروان خوري، والختام ب 27 كانون الأول مع الفرقة العالمية The Gypsy Kings. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro. الحفلات كلها رح بتكون بمعرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس. منتابع مع مواعيدنا برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي ووزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وبالتعاون مع النادي الثقافي الاجتماعي للجامعة اللبنانية الفرنسية ULF رح
رح تفتتح أكاديمية الياسر رحباني للموسيقى فرع طرابلس بالجامعة، وذلك الثلاثة المقبل بسبع الشهر بتمام الساعة 5 بعد الظهر. بنهاية الأسبوع بتكتر العروض المسرحية، ومننتقل هلا إلى أوتيل البستان ببيت ميري يلي عم بيستقبل المسرحية الفرنسية أونوفاي كو لو بونور. هالمسرحية المقتبسة عن رواية لغريغوار دولاكور، وهي من اقتباس وإخراج غريغولي باكي وتمثيله بمشاركة موريال أويي. العروض رح تستمر اليوم وبكرة بتمام الساعة 8:30 المساء. Un homme tire sur sa fille de 11 ans, pas de quoi réveiller le quartier. À l'antenne de police, j'ai demandé des nouvelles de ma fille. Quelqu'un va venir, monsieur. Mais est-ce que vous savez si ma fille... Quelqu'un va venir, monsieur! واليوم السبت موعد ثابت مع زميلتنا وردة عبر إذاعة الشرق وضمن سالون السبت، وضيوفها لليوم وزير شؤون المرأة السيد جان أوغا سابيان والفنانة جورجيت جبارة. سالون السبت لكن على إذاعة الشرق، كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ خلينا ناخذ فكرة هلأ مع جوال. اليوم السبت مفروض الطرقات تكون اهدى شوي من ايام الاسبوع، ومعنا الياس الحصان على الخط من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير. بحثنا اكثر بالاجواء، مرحبا. صباح الخير. تفضل. حركه السير حتى الساعه خفيفه على مداخل العاصمه 3، بنبلش من مدخل الشمالي لنهر الكلب، حركه السير طبيعيه باتجاه انطلياس، حركه السير بتصير ناشطه. اما على الطريق البحري انطلياس حركه السير جدا خفيفه. زلقة نهر الموت حركة السير أيضا طبيعية. أما الدورة بتصير حركة السير عجقة تحت المستديرة بسبب البساط. أوكي، مثل كل مرة يعني. مثل كل مرة، نعم. أما الفورم حركة السير ناشطة، وصولا إلى الصيفة حركة السير طبيعية. نعم. أما بالنسبة لبولفار سن الفيل على إشارة الألمازة حركة السير طبيعية باتجاه الصالون، أيضا حركة السير طبيعية وصولا إلى جسر الواطي للضلة مكفية أيضا طبيعية. نعم. اما المدخل الجنوبي سبورت سيتي حركه السير طبيعيه باتجاه الكولا، ايضا حركه السير طبيعيه وصولا الى نفق سليم اسلام حركه السير طبيعيه. اوكي. المدخل الشرقي صياد حركه السير ناشطه شوي باتجاه اوتوستراد الرئيسي من لحود، ايضا حركه السير طبيعيه وصولا الى العدليه، كمان حركه السير عم تكون طبيعيه. هيدا بالنسبه لحاله الطرقات لليوم. نعم. لابد من الاشاره انه تسجل عنا خلال 24 ساعه الماضيه 13 حادث نتج عنهم قتيلين و12 جريح للاسف. اما بالنسبه لمخالفات السرعه زياده الرادار، تسجل عنا 1360 مخالفه بال 24 ساعه الماضيه. نتمنى من جميع السائقين الالتزام بقانون السير وخاصه الاشارات الضوئيه ووضع حزام الامان وعدم استغلال حركه السير الطبيعيه من اجل السرعه حفاظا على سلامتهم. كمان بنطلب منهم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @TMC Lebanon او على الفيسبوك غرفه التحكم المروري، لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. هذا كل شيء حتى الساعه. يعطيك الف عافيه. ميرسي لك. يلا بونجورني، باي. هلا بريك جديد، نرجع من بعده الاخبار. صباح، خليكن معنا.